يا مدام منال انا ما اقدرش اعمل كده. انا ايه بس اللي خلاني قلت لكم؟ بقول لك ايه، انت لو ما جيتيش معايا النيابه عشان تشهدي انا اللي هقتلك، مش فايق، فاهمه؟ انت بتهدديني، بس انا عارفه ان عمرك ما هتعملي كده، انا عارفاكي كويس. جري يا ست ليز، احنا هنعيط جنبك ولا ايه؟ ما نبطل نغني على بعض. بقول لك ايه من الاخر، انت عايزه كام؟ انا مش عايزه منكم حاجه، انا عايزاكم تسيبوني في حالي وتبعدوني عن قصتكم دي خالص. ما هي قصتنا دي مش هينفع تكمل الا بيكي. هدفع لك 100,000 جنيه بس تيجي تشهدي في النيابه. 100,000 جنيه؟ شفتي بقى مدام منال كريمه معاكي قد ايه؟ هتبخلي انت عليها بقى بشهاده صغيره زي دي. اظن الست كده عدها العيب. وانت بالمبلغ المعتبر ده تقدري تفتحي اي مشروع. وتبطلي بقى خدمه في البيوت وتبقي هان. هو انا هلحق؟ هو فايق بيه كان هيسيبني؟ ده هيموتني انا وابني. يوه، وبعدين معاكي عايزه ايه بالظبط؟ انا عايزه الامان، الامان اللي فلوس الدنيا دي كلها ما تعوضنيش عنه.